محمد عبدال 40 وعبد الرحمن كل التوفيق لكم وللمنتخب الكويتي. كويتي ما شاء الله عليهم. صح صح عمر اليوم صح صح عمر ومتعني والله والله يمتعني. شوف بخادة من عبد الله أهلي لكن ما زالت لسه بدري على الرالي. شكله رالي شكله استعراضي. وين يروح الرالي؟ نصبر ونشوف نصبر ونشوف. يلا عمر يلا يا عمر يلا يا عمر الله يا عمر الله يا عمر بخبرة السنين يا أسطورة بخبرة وبنية جسمانية جميلة. لكن خلنا نشوف المستوى يا محمد ومتعني يا محمد. برافو محمد. أول محمد عبدال يلعب الإرسال هنا عبد الرحمن العوضي عمر بهروزيان لا يخطئ كثيرا وإن شاء الله ما يغلط طول المباراة. برافو يا عمر عاجبني أدائك يا عمر. في النت ترجع مرة ثانية عبد الله أهلي معلش. خير تيلا نقاط الآن هذه خارج الملعب هذه خارج الملعب. محمد عبدال وعبد الله أهلي مواجهة خاصة تنتهي إذا هذه عبد الرحمن العوضي اي نعم بسلطان الفريقين يجربون بعض يحاول. ضائع من عمر بهروزيان ايضا الارسال الثاني ضائع ثاني. السلام على الدروب شوت باك هاند فولي بسلطان. السلام على الارسال لكن حلوة المباراة بشكل عام صحيح. شوف عبد الله اهلي يا سلام حلوه. هذا عمر بهروزيان يرسلها في جهه عبد الرحمن العوضي التي تذهب الان الكره ناحيه عمر بهروزيان. ضايعه ما زالت موجوده حائره على الشبك بين الدفاع والهجوم. تغير الملعب وبالتالي اخر الاشواط ربما واقول ربما لان ما زال الشوط الان مع عبد الرحمن العوضي ولعيبي عبد الرحمن لعيبي عبد الرحمن لو تهدى شوي بس انت لعيب. محمد ما شاء الله عليه ديفنس رائع جدا في المنتخب الكويتي. سلام يا عمر الله معلش في هذه المباراة الحاسمة للمنتخبين. كويت 15 للإمارات أعتقد أوت. مهم جدا الانتباه مهم جدا بالنسبة حتى للاعب الزميل. الله يا محمد فيك سماش لكن مش على عمر وعبد الله. هذا عبد الرحمن العوضي المطرقة الكويتية لاعب يمتلك يد يمنى قوية. هذا عبد الرحمن يا سلام. شوف الان عبد الله اهلي لكن ولا ابالغ ان اقول بان عبد الله اهلي من افضل اللاعبين على مستوى القاره. نعم القاره لكن للامانه اداء المنتخب الكويتي جميل في هذه المباراه جميل جميل. وانا اشوف ما شاء الله ملاعب البادل الان بدات تنتشر انتشار واسع في الكويت الحبيبة. هناك أصدقاء وزملاء يمارسون اللعبة. هناك لاعبين من التنس الأرضي حولوا على البادل. البادل أكثر متعة سوشيال أكثر وأيضا انتشارها مميز. يطلق عليه لاعب وحش الشمال عبد الله الحيدري أيضا من اللاعبين المميزين. سيد عبد الله الحيدري الكندري ابن الدعية نعم نعم نعم. لكن نعود صعبتوها يا شباب صعبتوها. كانت المباراة سهلة وفي المتابعة بأجواء المباراة إن شاء الله. عبد الله في هذا الشوط ما كان مركز. يا سلام يا عمر ما تضيع يا شباب لا يكسر الإرسال يا شباب. يلا يا عبد الله يلا عمل معاها على الشبك مثل ما قلت لك. هذا قال لك قلت لك والله. So.
الرمضانية اللي تعودنا نشوفها في كل سنة في الشهر الفضيل. إذا نذكر سادة المشاهدين تقدم منتخبنا الوطني في أول ست 6-3 وبداية الست الثاني والنتيجة 30-15 لصالح منتخبنا الوطني والإرسال مع المنتخب الكويتي الشقيق. طبعا شفنا مباراة فيها تنافس مباراة قوية ولكن في كسر لصالح منتخبنا الوطني، ولكن المنتخب الكويتي ممكن يكون عنده كلام آخر وريتر جميل من عمر باروزيان وضغط جميل من عمر وحاول فيها ولكن خطي لصالح منتخبنا الوطني والإرسال مع محمد يوسف عبدال. شفنا سماش قوي عبدالله أهلي أوت وإرسال ثاني ببورة جميلة من جانب اللاعب عبد الرحمن. إذن 1 للمنتخب الكويتي في أول أشواط المجموعة الثانية. هنا الشوط الثاني ومع الزميل علي العارف الذي يتواصل معنا في هذه اللحظات. نعم، شو رايك في الكومبينيشن بين عبد الله وبين عمر بهروزيان؟ والله يلا يا شباب نشوف الآن. أمس قبل يومين فيقول بعد مش 100% في المباراة، لكن ما شاء الله عليهم صراحة عبد الرحمن ومحمد كابلز جميل جدا. تبقى الأمنيات هنا والدعوات لمنتخب الإمارات في هذه البطولة. عبد الله أهلي الذي طالب الجماهير بالحضور والجماهير تطالبك أيضا بالحضور. معلش ميز الكونتر أتاك عبد صحيح الرحمن. إن شاء الله يلا يا عمر متعني يا خبرة متعني يا خبرة متعني. يا سلام عليك يا وحش العدان، هذا وحش العدان، هذا محمد عبدال. يا سلام تنوع في اللعب، لكن عمر موجود، عمر موجود. شوف عمر لوب لكن فيك سماش يرجعها باك هاند. سماش كثير على الواتساب وعلى السناب والانستغرام من المشجعين الاصدقاء الذين يتابعوننا الان، يتابعون المنتخب الكويتي يسمونه المطرقه عبد الرحمن العوضي. فعلا جولدن بوينت، فعلا عبد الرحمن جمب وسماش على فولي طريقه. سلام يا سلام يا سلام. شوف عبد الله اهلي، شوف عمر بهروزيان، شوف يا عبد الله قلنا لك ما نبغي كسر الان، ما نبغي، مش وقته مش وقته مش وقته. ما زالت الكره سجال ورالي رالي، لكن اوه يا عبد الرحمن العوضي الله، هذا شوط عبد الرحمن، هذا شوط المطرقه والسندان. شفنا عبد الرحمن يستغل عمر بهروزيان، شفنا متاخر. عطني الجمهور الكويتي، عطني الكويتيين الحلوين اللي ونسونا اليوم في الصاله، والله مونسينا. برافو برافو برافو. هذا يقول في هذه المباراة. إذن المباراة راح تكون على كف عفريت. شوف عبد الرحمن ونشوف عبدال. يا سلام عبد لا لا استوحش عبد الرحمن، اتحمس عبد الرحمن لكن ضيع. ما نرضى إلا بكسر إرسال. لوب بخادة خفيفة هذه حنينة يا عبد الله يا حنين، تعطيها حلوة لعبد الرحمن. يباغت فيها المنتخب الكويتي المنتخب الإماراتي. نعم أقول يباغت فيها المنتخب الكويتي اللي دخل جو المباراة بشكل صحيح، أخذ الثقة، عرف نقاط الضعف والقوة. نعم لنا عودة، لهم شوط ولنا أشواط، نشوف العودة. لكن عبد الرحمن ما يرحم، عبد الرحمن ما يرحم، عبد الرحمن على طريقة السماش مان. إذن ديربي آخر هناك في البحريني يبلي بلان حسنا. إذن في الكورت رقم 3 يا خليفة، الكورت رقم 3 يا خليفة. لكن خلونا في المباراة هذه وخليني مع عبد الله أهلي. فيك سماش كان مقراي ومعروف، يقول لك تعال زاوية يمين يسار. عبد الله أهلي يتنوع الآن في مصادر الخطورة، في تنوع وفي أوت مميز في اخر او في اول شوطين من المجموعه الثانيه. شفنا فريق ثاني في السنة. صحيح صحيح، هذا محمد عبدال نشوفه في الجانب الدفاعي قوي، في الجانب الهجومي قوي، لكن عندنا واحد قوي هنا موجود موجود. يلا نتابع ونشوف وين تروح هذه النقطه. لوب مطلوب منك يا عمر، صح يا عمر صح. نشوف بخاده، لا نشوف لوب، نشوف لوب، نشوف لوب. يا سلام يا عبد الرحمن، هذا شوطك، هذا شوطك، هذا المطرقة، هذا 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 عبد الرحمن. برافو يا عبد الرحمن، انا صفر كويت ليدز. برافو عبد الرحمن. شوف عبد الرحمن دائما ما يستغل تمركز عمر بهروزيان، نشوف عمر ما يخلي فرصة ان الكرة تروح للزجاج
لا شيء، لكن والله كل شيء متاح، كل شيء متاح، كل شيء متاح. نعم نعم، برافو يا شباب، يلا يا شباب. بشكلها اوت كانت، اننا سنذهب لمجموعه ثالثه. يا كويتي الامور بتكون صعبه لنفس الست الثاني، ننتظر ونشوف. هذا عمر بهروزيان، معلش يا عمر ابغيك ترجع لمستواك مع بدايه المباراه. شوف عبد الله اهلي يلعب لوب في تنوع على الشبك، يا سلام من عبد الرحمن، لكن ضايع. لا لا، في الكويت، في المنتخب البحريني بعد يلعب بشكل، في الكويت تطور، هي ممارسة، هي تدريبات، هي مباريات، هي احتكاك، فبالتالي سنشاهد منتخبات قوية في المباراة. ثلاثة لا شيء، ونفكر بعدين في الكسر. يلا يا عمر، يلا يا عمر، برافو، هذا عمر، ونفكر في كسر الإرسال في الشوط القادم يا علي. شوط مهم ناخذ هذا بسلطان وبعدين التفكير في الكسر، انت تكون مرتاح اكثر اكيد، لكن ان شاء الله ما ندخل جولدن بوينت. يلا يا عبد الله، يلا يا عبد الله، يلا يا عبد الله، سماش قوي. كسر الارسال الان باذن الله، كسر الارسال. معلش صحيح، عمر كمل فقط 3 شهور في البادل، فهذا صحيح. يلعب دور كبير، المسلز ميموري يا علي تلعب دور كبير اكيد، المسلز ميموري، خلاص اللاعب تعود على ذاكره معينه والجسم تعود كذلك. معلش يا عمر، انت كبير يا عمر وترجع ان شاء الله، معلش معلش، فات حتى تصل الى النهايه السعيد. سلام عليك يا رايق يا محمد عبدان، يا وحش العدان يا رايق يا رايق. شباب نستمتع نستمتع، ايوه هذه المتعه، متعه البادل يا اول النقاط لي. الشوط السادس، هذه لعباتك يا عبد الله اللي ابغيك تمتعني فيها، يلعبها في فيك سماش، لكن الحين نشوف سماش حقيقي. يرجع لعمر بهروزيان، يتنوع في اللعب باك هاند وفور هاند، نشوف وين تروح النقطه هذه يا علي العارف، وين 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 يا ابو حسود. سلام، نقترب من حسم هذا الشوط اذا مشاهدينا الكرام. أنا ما أحتاج من عمر إلا أن يلعب على المضمون فقط، بأخطاء قليلة، بأخطاء قليلة. أتمنى أتمنى نشوف كسر إرسال. الكويتي تأهل على فكرة لدور الأربعة، لكن أول أو ثاني المجموعة هذا اللي راح نعرفه اليوم. برافو يا عبد الله أهلي، برافو يا عبد الله أهلي. أيوة أيوة أيوة، هي كل لعبة الكل يمني النمس في هذا الشوط، هذا أهم الأشواط. الله يا عبد الرحمن العوضي، يا سلام عليك يا ابو عوف، يا سلام عليك يا ابو عوف، لكن والله موجودين الشباب ومركزين. معلش، ذكي، لاعب ذكي ما شاء الله، ونقول ما شاء الله. عيني عليك بارده يا عبد الرحمن، ما زالت ما زالت النقطه متاحه يا شباب. يلا يا عمر، نلعب على اخطاء الخصم وما نضيع. سلام يا عمر، يا السلام على ارسالك يا رايق يا رايق يا رايق يا عبد الله اهلي. معلش يا بهروزيان بخبره السنين، كاس ديفيد، كاس ديفيد يا عمر، لكن عبد الله يا سلام اللعبه هذه يا عبد الله، سلام عليك يا عبد الله. معلش معلش، صح 30 30 الجميع، 30 الجميع صح. 30 اول الحين، لا 30 40 فرصه للكسر منتخب الكويتي واخذ الشوط. شباب عدلوا لنا النتيجه غلط عندك على مسؤوليه علي العارف. سلام يا عمر، يلا يا عمر، يلا يا عمر، ارسالك حلو يا عمر. يلا يا عبد الله، استقبال رائع على طريقه الباك هاند، وخلصها خلصها، شوت يا عبد الله، شوت شوت يا عبد الله، لكن عبد الله يبغيها رالي، شكله رالي. شجع شجع يا اللي يمتلك بنية جسمانية رائعة، مثل ما ذكر لي كابتن منتخب الكويت انه يعاني من اصابة، اتمنى لك السلامة يا هذه لك، يعتذر. المنتخب الكويتي الان مواتية للفوز بالمجموعة الثانية، نشوف يروح الفارق 40 15 ولا نتعادل، نشوف
لو تعادلنا اقول لك يا علي بناخذ الشوط، لكن لو فاز المنتخب الكويتي وخذ النقطه هذه هو اقرب لحسم المجموعه. هذا عبد الرحمن العوضي، يا سلام يا عمر، يا سلام يا عمر، يا سلام يا عمر، ما زالت في المتناول، ما زالت في المتناول يا عموري، برافو يا عمر بهروزيان، لكن ما زالت 30-30. وشفنا معنويات المنتخب الاماراتي مرتفعه الان، لكن عبد الرحمن تعامل حلو مع عمر. هل نشوف تمرد من عبد الله اللي اعلن جودة المحاوله في المجموعه او في الارسال القادم؟ نعم، جولدن دبل فولد، دبل فولد، شوف ارسالك حلو يا محمد، ولوب احلى من عمر. وين تروح النقطه يا شباب؟ وين تروح النقطه؟ وين تروح النقطه؟ شفنا فور هاند على الفنس بشكل مثال. الان فرصه لياخذ الشوط يا عبد الله بكل جداره بكل استحقاق، يلا يا عمر بنشوه الفوز في المجموعه او في الشوط الماضي، يلا يا عبد الله شوت يا عبد الله. عبد الله اهلي ما شاء الله عليك يا عبد الله، يلا يا عبد الله، بعد نبغي واحده عبد الله. ايوه نفسيه، تفوق المنتخب الكويتي علينا بثلاثه اشواط، يا ساتر يا لطيف، لكن يعود المنتخب الاماراتي. ان شاء الله هذه النقطه مهمه جدا، هذه اهم نقطه يا عمر، ارجوك يا عمر، هذه اهم نقطه يا عبد الله. اوت. نعم سماعين ورمضان كريم يا شباب، يا ساتر يا لطيف، والمباراه ما زالت على كف عفريت، على كف عفريت المباراه. عبد الرحمن العوضي وينك يا عبد الرحمن؟ ما شفتك من زمان. هذا محمد العدان، محمد عبدال، عبد الرحمن، بخاده نقاط، وهذا اللي شفناه واضح الان. يلا يا شباب، يلا يا عبد الله، يلا يا عمر، يا عمر يا عمر، على المضمون يا عمر. شفنا في مس كوميونيكيشن في اللعبه الماضيه، نستفيد منها يا شباب، نستفيد. يلا 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 يا شباب، يلا يا عمر، شوت يا عبد الله. لا عبد الله يلعبها بطريقه جميله، بنديخه رائعه، فيك حلو على الجهه اليمنى، لكن ما زالت يتلاعب عبد الله كما يجب. هنا شوت يا عبد الله، شوت. مباراه أنا أبغيها لوب أسهل، التعامل مع الإرسال يا علي المفروض يكون بلوب. المفروض. يشوت عبد الرحمن العوضي، براف. الحين يا عبد الله هذا وقتك، يا سلام على اللوب، نشوف عبد الرحمن العوضي في مواجهة خاصة بين عبد الرحمن وبين عبد الله، براف. من أجمل المباريات. أنا أبغيها لوب يا عبد الله، شوف أبغي لوب، أيوه خليه يشوت. شوف ما شات عبد الرحمن. عبد الله خلصها يا عبد الله. تكفى يا عبد الله، خلصها. 6-5، 6-5 للإمارات، برافو للإمارات، 6-5 والإرسال معانا في المجموعة. وتنتهي المواجهة بإذن الإمارات، برافو يا شباب، 6-5. شفنا المنتخب ياخذ آخر 3 أشواط، المنتخب يلعب بكل أريحية بكل هدوء. هذا سلام على لوب، شوت يا عبد الله، شوت. أوه. ننتهي يا رب من هذا الشوط وتخلص يا عمر، تخلص. استعجل فيها هذا، لن نرضى إلا بالبطولة، بالبطولة يا عمر، البطولة. فير عمر بهروزيان، الإرسال السريع كما يجب، الفولي حلو من عبد الله أهلي وعمر بهروزيان، وعبد الله شوت يا عبد الله، وخلصها يا عبد الله، وقول تم يا عبد الله، خلصها يا عبد الله، قول تم يا عبد الله، بيخلصها، عندي ثقة. نعم. المباراة نشوف هذا المساء الإمارات.